الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم قدرنا نظفر بالثلاث نقاط ورقة ترشح للدور الجاي. نحب نهني الرياضيين والأطقم، نحب نهني اليوم الجمهور اللي ساند. كما تعرف أن بدايتنا كانت متأخرة، بس الحمد لله قلنا قدرنا نحقق المطلوب. اليوم ننسوا المباراة اللي لعبناها، من بكرة نبدأ نحضر إن شاء الله للمباراة الجاية اللي هي إن شاء الله هتكون الشوط الثاني، حتكون ان شاء الله الترشح للادوار المجموعات. ان شاء الله الرحيم والصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحمد لله اليوم ظفرنا بالمباراه، مباراه كانت صعبه في ارضنا، ونحب نشكر الطاقم الفني والطاقم الاداري ورئيس النادي وكل اللاعبين اليوم ادوا واجبهم على اكمل وجه، والحمد لله ربي كافى مجهوداتنا. كانت مباراة صعبة في كينيا، وعرفنا كيف نلعب ضدهم غادي، وطلعنا شيء نتيجة مرضية لنا، والحمد لله يعني اللي كنا طامحين له ان نتعادل غادي، وهنا كنا ناويين ان ناخذ المباراة، خذنا بريحية واداء ونتيجة، لكن كل الكلام هذا كله فضل من الله عز وجل، وتوا القادم افضل واصعب في نفس الوقت، يعني تبي له خدمة، وان شاء الله نحن نخدمه، وان شاء الله نقدموا اداء يليق بمؤسسه نادي الهلال ونتاهل المجموعات ونشرفوا ليبيا ان شاء الله. بسم الله الحمد لله، اليوم فوز مهم نحقق الدور القيمه 30 ان شاء الله قبل المجموعات. الحمد لله يعني الفوز هذا الجمهور اللي جاء اليوم ساندنا، الحمد لله فوز مهم ان شاء الله حطينا قدم في الدور 32 للمجموعات ان شاء الله.